مساء النور، ان شاء الله تكونوا بيان ولاباس عليكم. شوفولي الجمال صون فيت كيديروا الشفارتين. الله الله، وكيديروا تتهلاو في روحتكم. شوفوا خلينا دايما نقول لكم نجيب لكم لي بون بلون. شوف كاين بزاف اللي راهم يديروا لي سيل ما يحسبوهم غاليين، وكاين بزاف اللي راهم يديروا لي سيل وتركبيهم اليوم سمعنا يطيروا سيختو مع البحار وكامل. شوفوا انا حاجه اللي نضمنها ونقولها لكم، يا اخي دائما نقول لكم روحوا وهاد لادريس اللي نوريها لكم، روحوا عينيكم مغمضين. هذه اسمها ملك بيوتي. الوغ شوفوا، قلت لها شوفوا باش تعرفوا اللي نخمم فيكم ونجيب لكم عفايس شابين. عبالكم لي سيل شحال تحسبهم؟ تحسبهم 3500 ولا كاليتي، راني نقول لكم طوب طوب طوب. كي تجوا تجربوا تفهموا، ماشي تقولوا تحكموا على 3500 تقولوا حاجه ماشي بلا. انا لي سيل تاعي راني نديرهم غير عندها، اقسم بالله ملي بديت لي سيل كنت نديرهم في ادغيس واحده اخرى، ومن بعد ملي ديكوفريتها انا وصحاباتي كامل رانا نديرو عندها. انا احلام سنتر تاع لازير شافوني ولا يديروا عندها البنات، ما كانش واحد يشوف لي سيل تاعي ولا وحده تشوف لي سيل تاعي وما تقوليش وريلي لادريس. وكي تجي تسيي تولي كليونت عندها. كاين بزاف كاين بزاف، كاين فيروز ريمارات كامل ولا يديروا هنا كي شافوا لي سيل تاعي. الو قلت لكم لي سيل تحسبهم على 3500، مي الميكرو بليدينغ تحسبوا 15000 دينار، مليون و500 والغوتوش 300. قلت لها شوفي انا لا جاوك حبيباتي لازم تتهلاي لي فيهم. الو واش قلت لها؟ قلت لها تحسبي لهم 15000 بالغوتوش، صافي الناس ولا البنات اللي راهم حابين يروحوا من عندي روحوا دير لكم ميكرو بليدينغ. الله لا تتراسي بيان لي كولور اللي حبيتو، كملوا واش راكم حابين. قلت لكم تحسب لكم 12000 لل كي تبدا لا سيونس الاولى والغوتوش 3000 دينار، صافي كامل يستقام لكم 15000. ما تلقاوش هذا البخي في اي بلاصه، باسكو على هاني نقول لكم بلي خدمتها الطوب. لي سيل 3500 عندها لي سوان كابيلار عندها. الوغ كيما قلت لكم ما تلقاوها في حتى بلاصه غير انا اللي نخدم فيكم. وهذه شوف اليوم بات الرمش ولا نرقد على البكري باش يشوفهم. يزيدوا الزين والله غير يزيدوا الزين لي سيل. هادوك تاع ما على بالي شو نشعف تعليقات سلبيه، هذا ديستيني للناس المهتمه، البنات اللي راهم مهتمين ويحبوا اشرف نقاسمهم لي زادرس. والله العلي العظيم والله 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 وربي راهو شاهد، ما رانيش ندير فيه بوب، راني نوري لكم في ادغيس مليحه اللي تجو ديروا فيها. اقسم بالله انا نجي لعندها غير نخلص منين داك بدراهمي ومنين داك مسكينه هي تالمون لي جونتي تقول لي لا ما تخلصيش، مي والله غير نجيب بدراهمي وبناتي يجوا بدراهمهم. شغل تالمون ادغيس مليحه ولي بغيتوها بزاف هايلين وخدمتها بالطبع اللي راني نقول لكم. ارواحوا سيو شدوا لي رونديفو تاعكم وارواحوا سيو وتفاهموا على واش راني نهضر. ميرسي وخلوا لي تعليقاتكم على لي سيل تاعي. حبيبتي نقعدوا دائما في لي بون بلون، وهذه الخطره راح نجيب لكم واحد لادريس اللي يحبوا المان اللي يحبوا الكوزينه اللي يحبوا الديكور. جبت لكم واحد لادريس رايحين تدعوا لي عليها، باسكو علاش بلا ما تسافري ولا الناس اللي راهم مسافرين ولا مدارين يسافروا ولا دوكا مامي لا ماناش نسافر ولا كاين الناس ما سافروش ولا ماشي حاجه عيب ولا دوكا رانا نشوفوا كلش بار انترنت، رانا نقدروا نحوسوا منا نعرفوا واش حطوا تما واش داروا ولا واش جابوا واش كاينه لا موديل تما ولا واش جابوا ولا واش حطوا من خلال فقط التسوق عبر الانترنت. انا واش حنقول لكم، جبت لكم واحد لادريس طليت عليها ديريكت غير لقيتو درت طك درت له ابوني قلت له انت اللي كنت نحوس عليك. علاش؟ الناس اللي راحوا ولا اللي راحوا لوروب ولا يعرفوا ايكيا. هذه ايكيا سون مارك ولا ان اسباس هكذا اللي عندهم المبل عندهم المال عندهم غير الحوايج الطوب، وين تدخلوا تقعدوا فريمون يعني اشياء اللي خاصه بالديكور لا كويزين المنزل كذا، ميم زعما لي جاردان كلش خاصه بالديكور تاع المنزل الحوايج اللي خاصين بالمنزل، يعني ما عندهمش حوايج. ايكيا مهتمين غير في هاد الصوالح حسب المعلومات اللي عندي. لي ليست كذا شريت واحد الخطره واحد اللي يستخدم من عندهم وهبطوا. شوفوا كي هبطوهم لكم شغل كي تهبطوه شغل في دون اون بواط اون ديغ زعما كي شريتي مع الباليش انايا بارفان ولا كاش حاجه. قعد لي 6 هو عندي هذاك اللي 6 سنين وهو عندي، وزدت مديته وكان في ايطاج جديده. شتو جديده؟ انا نحب توجور نشري عفسه مع على باليش حاجه شابه ميم تكون غاليه شويه، مي نخمم توجور نقول حاجه اللي تشد لي وتقعد لي ديزاني. هذه الخضره ما كثرتش جبت غير شويه باسكو
ما كانش عندي بيجي بزاف وحبيت نشري هكا زعما كان هذا واش كانوا خاصني وزيد وصيت ودرت دي كوموند على حفايج واحد اخرين ولا حفايس واحد اخرين باش يجيبهم لي معاه. سيداتي سادتي غير ديال الفاكونس حنا الوغ كيما قلت لكم يا اخي شتوني ندير مسكوتش على تقولوا زعما كيما يقولوا مسكوتشو تعرفوني نديرها هكا قد هكا وتنجح لي وكاع وطلبتوني في الوصفه وبعتها لكم بيان سور. هذا الخطار جبت لي مول لي يعرف هاد العلامة علامة فايف. انا عندي واحد الروبو تاعهم دوك نوريه لكم تاع جوج شريتو من نيس عنده 2 3 سنين. براتيك لي جو ما تامنوش كيفاش دوك نوريه لكم. مشيتوش من عنده هذيك الخطره هذه الخطره شريتو عنده بزاف قلت لكم جبتو مني صافي 2 سنين. هذه الخطره كي لقيت هذه لا مارك فايف نحبها كاين بزاف اللي يعرفوها على بالي سورتو نسا كاين بزاف اللي يعرفوا هذه لا مارك فايف. هذه الخطره شريت لي مول بانواعها واشكالها وترتيباتها. كاين سيداتي اللي نعرف لي غوسيت تاعهم شنو طيبهم وكاين اللي شاف يدبروا يصاهم يعطوني لي غوسيت. شوفوا لي هذا المول شحال هايل فيه 6 شوفوا و فاسيلا ديمولي شغل ديموليوهم فاسيلا يعني تنحوا اللوز تاعكم. شوفوا راني نحيتها طرطقتها شوفوا شحال هايلين. انا شريت هذا الموديل شوفوا لي شحال هائل ورائع. ما على باليش تاع لي مادام شفت هذيك لا غوسيت ثاني تاع وسمو شفت لا غوسيت تاع هذوك اللي يجوا فيهم هكا لي بيبي دو شوكولا لي ميفين ولا موفين ولا المهم وحده فيهم هذوك فهمتوني اللي تعرفهم كلها صحوا لي معليش نحب اللي صحح لي معليش انا نتعلموا كاع في هاد الدنيا. المهم شريت هاد الموديل قلت لكم شوفوا شحال جاي وجاي هنا مشرشف الله الله هكا يعني ما كيتخمر ولا راح تعطيكم الشكل الجمالي هايل. وحاجه واحده اخرى قلت لكم هذه فايب انا نحبها هاد لا مارك فايب معروفه ونحبها شريت من عنده ثاني هادو هاد لي مول قلت لكم لقيته جايبهم هادو فيهم ثاني 6 تاع لي تارتولات اون سيليكون. الحاجه مليحه انا ما نحبش تاع الحديد باسكو شفتو بالخفي يدخلوا الكوشه يتصدوا يبانوا مسخين يبانوا قدام وكاع. هادو براتيك سواء في الغسيل سواء في شوفوا المهم كيما قلت لكم براتيك اون بليس نقدر ندير 6 حنا مانيش بزاف غير انا وعمار صافيك ندير توجو انا عندي زعما 6 ماكسيموم زعما كي نحب ندوبلي ندير 12 6 يكفوني زعما العشاء ولا الفطور غير انا وياه هو ياكل 3 وانا ناكل 3 كي يكونوا ضياف ولا نديرها اون دو فوا او فاسيلمون ديموليهم فاسيلمون ما يسقوش شوفوا. وزيد حاجه واحده اخرى كو براتيك ويتغسلوا فاسيلمون ثاني ما يقعدوش مغنجقين وما يقعدش فيهم هذوك النواغ وبدا وبدا وانا نكره نحب والفت هادو تاع سيليكون. الوغ هادي لا مارك فايف غنيه عن التعريف اللي يعرفها ولا شريت قلت لكم هادي تاع لي تارتولات هادي والله ما نعاودها باش ما تضحكوش عليا مع باش واش يديروا فيها لي مادلين نقدروا غير لي مادلين هكا نرمو فيهم شوكولا ولا. وشريت ثاني هادي ثاني تاع واش هما راهم دايرينهم ايه هاهي مين فين ايه بالك تقولوا ما نعرفش زعما لقيتهاش. المهم سيداتي سادتي هذه توجور تاع لا مارك 5 ديت كيما قلت لكم هذه شو نحيها خلاص ما نسحقش الاسمو شوفوا شحال هايلين. هذه حبيت شفت الوصفه تاع كريمه شوف كريمه تاع البيتزا السائله 6 تكفيني وبزياده تجي فيها الفلفل تجي فيها نقولوا للزيتون الكحل تجي بزاف بنينه. هذيك الوصفه تاع البيتزا السائله اللي دارتها شوف كريمه حبيت نجربها في هذا الليمون نجربها انا راح نصورها لكم. قلت لكم ديت هذا وديت هذا سيداتي شوفوا 3 وزيد ديت حاجه واحده اخرى مهمه ثاني شوفوا ديت هذا تاع لي تارتولات كبار ولا اسمهم ليكي ماشي ليكي قولوا لي هما دايرينو مولا تارت انا ندير فيهم اوف يا اخي دائما تغيبوا عني الكلمات اون تور تاع السلق بالبولي شحال نديرها بنينه من بعد نحط لكم الوصفه نعطيها لكم. هذا ثاني بزاف هايل وشوفوا نقطع له الساشي قدامكم سيداتي قلت لكم ندير فيها تاع السلق والبولي تجيب بزاف هايله ميم تارتولات هكا كبيره تجيني شابه بلي فريز يكون ديكور تاعها هايل فاسيلمون ثاني باش ديموليوها فاسيلمون. والغسيل تاعو شوفوا فاسيل باسكو علاه ماشي راح يلصق فيه ديجا هنايا رطبه ماشي راح يلصق فيها وغير اون فوا تعرف تخرجوها تعرق شويه تنحوها فاسيلمون. وزدت ديت هذا هما دايرينهم مول امونكي كيك كبيره ولا شوفوا عجبني بزاف ثاني هذا صافي كديت على ضربه كي لقيتهم ديت على ضربه ما رانيش نطلع وما طلعتش انا نشوفهم باللي شوفوا هذا بخاتيك ديروا فيه ثاني شوفوا انت تحت الله الله صافي كديت واحد
اثنان وديت ثلاثة وديت أربعة وديت خمسة. قولوا لي كوني شاطرة بركو طيبي فيهم، والله غير حنطيب فيهم ونصور لكم نهار نطيب فيهم نصور لكم. حاجة أخرى عجبتني حبيتها بزاف، نهار يكونوا عندي دراري صغار ولا يجوا عندي ضياف دراري صغار ولا نحب هادو تاع لي شوكولا ولا دير فيهم مام ديمول زعما دير فيهم هكا دي كاطو بوغ زعما دراري صغار ولا كيديروا عرسان كبيره توجور نخمو كيكونوا الضياف جايبين معاهم اولادهم نخمو باش نديروا لهم هذه تاع الكوكونات باش يقعدوا على عقلي ما يخربوناش الدار من فضلكم. الو والله كيما قلت لكم شوفوا شحال هايلين، نشوفوا تاع دراري صغار ولا شوفوا ما بوغ لو ديكور، فيها ديكور فيها هاد الدويرات فيها هاد الكوكياج فيها هاد البنيبنات صغار. انا هذه بزاف ثاني عجبتني قلت بوكوا با نديها ومن بعد تبان لي واش ندير فيها، نقدروا ندير فيها لي كاطو شوكولا ولا، وبزاف هايله فيها هذه ربعه هنا ربعه هنا ربعه هنا ربعه. انا هذو ما عرفتش الا عنده ولا ما عندوش الا بقاو ولا ما بقاولوش بعثوا له، دوك نحط لكم لاباج تاعو. الحاجه المهمه اللي حبيت نهضر عليها كو حبيتكم الماشين راه يدير في الحس، حبيتكم تابونيو لاباج تاعو. علاش؟ باسكو كيما قلت لكم يحط عفايس بزاف شابين، عنده واحد الكيسان بزاف شابين ما لحقتش عليهم دوماج عجبوني. الو كيما قلت لكم انا عجبوني بزاف هاد الليمول، وديت كيما قلت لكم كونتيتي على ضربه وكولر وحده نخبيهم ونهار اللي نسحقهم نجبدهم. حاجه مليحه اللي في هاد المول سيليكون كو نضمنوا انه لا روسيت تاعنا ماشي حتلزق وسهله باش نديموليوها وسهله باش نغسلوها و ما تشدلناش بلاصه فتخبيه سيداتي. هذا الشيء المهم في المطبخ كي تكثري الخرده ومن بعد تقعدي حاصله وتخبيها. المهم انا قلت لكم راح نلاقي لكم لاباج تاعو، والله العظيم لاباج تاعو بزاف هايله انا عجبتني. دخلت عنده بزاف عنده حفايس تاع سال دو بان تاع الاخر، ويزيد حاجه واحده اخرى يجيب لكم زعما كش عارفه شفتوها ولا يجيب لكم لا ليفريزون ثاني عنده والبايمون كي تروحوا تدوا لارتيكل تاعكم باش تخلصوا، ماشي كيما هذوك اللي يقول لك بعثي لي في سي سي بي وما على باليش منا حتى وانا نعذرهم لانه ولاو بزاف الرتب ولاو بزاف يديروا شغل. دوكا الا ما عندكش درهم علاش تروحي تكوموندي وتخسري سيد في دي سوسيتي اللي راح يخلص من بعد يعاود يرجع؟ علاش خساره؟ نحسوها في رواحنا ونحو يعني هاد الطبايع تاعكم. المهم حاجه واحده اخرى كي تشوفي روحك ماكيش قادره ولا ما عندكش ولا ترى لي انا منين داك ما عنديش ولا يخلصوا لي دراهم ولا راح نصرفهم في جهه واحده اخرى ولا نكون خارجه دايره حساب حنا ننسى واش نخرجوا نصرفوا واش ندير، نعاود نبعث اني لي لا كومون تاعي. سي سامبل هذه قبل ما يبعثها بيان سور في هذيك السوسيتي. معليش هذه ماشي هضرتنا، راح نخلي لكم لاباج تاعو هنا ابونيوه شوفوا دخلوا ضربوا طلع الا شفتوه مهم ابونيوه. انا على بالي بلي تشوفوه وتلقاوه بلي مهم، قلت لكم عنده فيس بزاف شابين عجبوني ثاني هذوك تاع سال دو بان بورت سافون بورت بروسا دون هذوك كامل بزاف هايلين ويجيب ماتيغ هايله وايكيا معروفه الناس اللي يعرفوها ما يعرفوا اللي ما يعرفوهاش دخلوا شوفوا ايكيا وشوفوا وين يعني يحوس بكم ويقضي لكم وهذه حاجه نحبوها حنا. يعطيكم الصحه ان شاء الله تكونوا بيان واشاك فوا كيما عجبكم لي بون بلان دائما هكذا نقاسمهم معكم خاصه كي يكونوا يستاهلوا. راح نخليكم لاباج تاعو هنايا.